Nerf this! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كراشر، رجعنا من جديد إلى أوفر واتش. طبعا الأسبوعين الماضيين في اللعبة كنت متفرغ تفرغ كل نظام الكومب أو الكومبتيتيف. السيزن الخامس، السيزن الحالي في اللعبة، صراحة قبل ما يبدأ السيزن الخامس كنت مهيئ نفسي أن السيزن هذا يكون خاص للدي بي اس. طبعا السيزن الثاني والثالث والرابع كنت مين هيلر، فالسيزن هذا قلت أبا يكون خاص للدي بي اس. حتى تخيلوا في 10 أيام رفعت عدد ساعات تريسر في الكويك من ساعة إلى 66 ساعة. ركز على سولدر، ريبر، ميكري، حتى جيجا من الشخصيات الممتازة اللي ما ألعب فيها بالأساس صرت ألحف فيها عشان يكون البديل الثاني لا سمح الله أحد أخذ شخصية معينة يعني من هالسوالف. نظام الكومب مو على كيفك يا كراشر. خلوني أعلمكم إيش السالفة. طبعا أول ما بدأت في السيزن الخامس العشر أيام اللي تحدد مصيرك في اللعبة، أول ما بدأت ألعبها اتفاجأت إما في الفريق اللي أنا ألعب فيه أما يكون فيه هيلر واحد، واثر اني انا احول من دي بي اس الى هيلر عشان اكون الهيلر الثاني، او ان في الفريق ما يكون ولا هيلر واني اكون انا الهيلر الوحيد. فقلت يا 10 ايام مشيها، يمكن في ناس جات في اللعبه، يمكن في ناس منوب، يمكن في ناس داخلين بايديات سميرف ما بعد الدبل اكس بي، فقلت عادي مشيها. الله يعدي الامور على خير. فالمصيبه ان ما بعد العشر ايام تفاجات ان كل اقيامي لازم العب كهيلر، لان اما يكون في الفريق هيلر واحد وانا اكون الهيلر الثاني، او اما في الفريق يكون ما في ولا هيلر. صراحه من الاشياء اللي رفعت ضغطي في نظام الكومبتيتيف. لو ما كنت تعرفون يا جماعه هالشيء، هذا هو نظام الكومب باختصار، يمشيك على اخر شخصيات اللي انت كنت تلعبها في الكومب الماضي. يعني لو انت في السيزن الرابع كنت كل لعبك كتانك، في السيزن الخامس تبى تلعب كدي بيس، تتفاجئ ان في السيزن الخامس الفريق اللي انت تلعب فيه في نقص في التانكات، تضطر انك تلعب كتانك ايضا، ما تلعب كشخصيه دي بي اس جديده، لا ترجع كتانك. هذا الشيء اللي صار معي واللي نكبني باختصار. يعني كهيلر ما تمنيت اني ارجع كهيلر بالرغم ان شخصيات الهيلر كلها ممتازة وكلها قوية، لكن مو بحقين يعني السولو كيو، حقين الكاري. السولو كيو يمديك تسوي لما تكون الماستر وانت طالع لفوق، لكن انت كدايموند كبلاتينيوم صعب جدا تطيح. فصراحة انك طحت طيحة أليمة يعني، واللي زاد الطين بله انه يوم طحت مع البلاتينيوم، يا الله اقسم بالله اني يا عيال طحت ل 2190، طحت طيحة أليمة كهيلر، ما قدرت اسوي اي شيء. يعني من جد كنت يعني اقعد بالايام اقول وش اسوي، يوم كامل ألعبه استفيد 50 نقطة، اليوم اللي بعد 50 نقطة أخسرها بسهولة. ليش؟ توزيعات الفرق هناك. أنا ما أقول كل الناس اللي في البلاتينيوم سيئين، لا، في نسبة تعرف تلعب وهذا كلام واقعي، لكن الأغلب مش منظمين. يعني تنظيمات الفرق مثلا ضدك جينجي ما في كاونتر حق جينجي، ضدك فرح وميرسي ما في كاونتر حق فرح وميرسي. أنا كهيلر أعاني معاناة كبيرة إذا ما في تانك ممتاز، إذا الأشخاص مو بجالسين يحمون الهيلرات، مو بجالسين ينظمون بعضهم. نظام الفويس تشات اللي في اللعبة يعني قليل جدا احد يستخدمها. نظام الكوماند، نظام الصوتيات مثل I need healing, group up, my ultimate is ready, قليل جدا جدا احد يستعملها. هانزو بكميات كبيرة، ودوميكر، باسون، توربيون بكميات مرة كثيرة، شخصيات قوية وهالشيء يعني ما احد يقدر ينكرها، لكن في الليفلات هذه ما يعرفوا يتحكمون بالشخصيات هذه، صراحة الشخصيات فيها صعوبة في التحكم. فأنت تنك بطول الجيم تلاقي هانزو هجوم وانت وقت الدفاع هانزو دفاع، زين سوي شيء ولد الحلال لا ينكبك. طبعا هانزو من الشخصيات القوية لكن مو بأي واحد يتحكم فيها. ففي النهاية واحد يجيك يقلب لك الشات كراشر الهيلنج تعبان مالك، زين يا ولد الحلال هذا يمين وذاك يسار وفاك فوق واحد مدرعم وانا الحالي من تريسر تلعب فيني، جينجي يلعبون فيني، ابا واحد يحميني، ابا كاونترات، ابا ما في صراحة شيء ينكبك هيلر. انا صراحة هلكت يوم طلعت من البلاتينيوم، رحت الدايموند اقسم بالله اني تنفس. صحيح ان في الدايموند في بعض العيوب في بعض المشاكل خاصه ما بعد الدبل اكس بي، طلعت ايديات سميرف ايجابي وسلبي. السلبي لما يجي لك واحد يسوي لك يعني يتمسخر في اللعب او انه يدخل لك مثلا بشخصيات
صعوبة التحكم مثل ويدو ميكر يلعب بطول جيم بويدو ميكر وينكب الفريق وما يذبح زي الناس، إيجابي يوم يجيك واحد مثلا يعزز لخوية اللي يسحب على اللعبة. أنا جاني اثنين من الشباب كانوا من الأشخاص اللي كنت معاهم قبل نلعب مع بعض، لكن يوم سحبت اللعبة فترة طويلة طيحوني بالرانكات، يوم طحت البلاتينيوم كهيلا ما قدرت أتنفس، جو معي وكملوا. ومن الأشياء اللي جد زعلتني نظام توزيع الإس آر صراحة يعني محزن، يعني أكثر وقتي أكون أم فاير، الهيلينج دان مالي يكون قريب ال 20,000 22 23 19 18 ألف 17 ألف، أكون مولع في الجيم لكن الفريق اللي معي تعبان، يوم أن نهزم ينخصم مني نقاط كثيرة. زين يوم أفوز كم يعطيني؟ 19 18 20 22. زين المفروض أنه يعطيك نقاط أكثر إذا الشخص كان مولع في الجيم ومؤدي أداء أفضل عن أخوياه، إذا فاز أعطوه نقاط أكثر عشان تفتحون له مجال أنه يلعب مع أشخاص أحسن ويترقى مستوى. وللمعلومة يا جماعة، أنا يوم رجعت ألعب مع الأشخاص اللي في ليفلات الدايموند اتفاجأت أن لعبي بميرسي بالفترة الطويلة في الأسبوعين اللي كنت طايح فيها في البلاتينيوم صار جدا سيء، لأن فت أسبوعين في البلاتينيوم مع اللعب المتواصل مستواك يقل، مهما كنت لعيب تلعب مع الليفلات النازلة مستواك يطيح ويقل، تركيزك يكون أقل، حركتك توزيعك يكون أقل بكثير. فهل من الأشياء السلبية المفروض أن الشركة تحاسب؟ النقطة الأولى عملية توزيع الشخصيات، أني مو بلازم أروح ألعب بالشخصية اللي أنا كنت لاعب فيها في السيزن الماضي، هذا أول شيء. ثاني شيء أن نظام توزيع النقاط، إذا أنا كنت مولع في الجيم أعطوني نقاط عالية عشان يمديني ألعب مع أشخاص لعبهم أحسن، أني أتفع معهم أدخل مع ليفلات عالية، أو إن يوم أنهزم تخصموا مني نقاط أقل، لكن يوم أنهزم تخصموا مني بلاو الدنيا، يوم أفوز تعطوني 19-18 نقطة. صراحة هالأشياء تزعل. طبعا هالمطبات اللي كنت أعاني فيها في الكومبتيتيف الحالي واللي أشوفها يعني يمكن أصعب كومبتيتيف مر علي، لأن دخلت أيديات السميرف، دخلت الأيديات اللي ناس تتمسخر في اللعب، دخلت أيديات الناس تتدرب في اللعب، دخلت الأيديات يعني في فوضى نوع ما. الحمد لله على كل حال نلاقيكم باكر إن شاء الله مقطع نتكلم عن شيء آخر إن شاء الله. السلام عليكم.